السلام عليكم، عدنا للعبة ديابلو 3 ريبر اوف سولز. والحماس الحماس كتير كبير، لانه هلا بدنا وصلنا لعند وحش وقفنا عنده بالحلقة الماضية. اول مرة نساوي هالقصة هاي، لنشوف كيف الوضع حيصير وكيف حيكون. طبعا يعني السلسلة كلها ثانية بثانية عملناها مع بعض، بقى فيكم تشوفوا اي شيء بدكم اياه بالحلقات الماضية. خلينا ندخل دغري، حندخل حتكون في معركة المفروض. ها عندك حلو، مبدئيا ما بنقصها طاقة ابدا. هاي ادريا ابدا. طيب حاتحول وشوف اذا كل الدمج شو بصير. هاي اقصى طاقة عندي. شكلها علقة ما سهلة ابدا، على صعوبة التورمنت. هي توحيشتي وما قدرت اروح لغير هالطاقة. نعم، علقة كبيرة، علقة كبيرة، واضح انها حتكون علقة كبيرة. وتذكروا علقة البوستات هي اذا بتموت عندها بدك تعيد العلقة من اولها. في هون هيلينج ويل. الوضع ماشي حاله هلأ مالها كتير صعبة، بس كمان يمكن تكون عم بتحمي. الحلقة ما بلشت. شايفين عدد الطاقة لساعته بتحكي ب 80%. الطريقة اللي احنا عم نقاتل فيها طريقة منيحة. الوحش يسمى بالكايتي بشكل عام. هو عنده شيء مثل الانتقال، يطلع عنا دغري. وحش خلصت. إذا وصلنا تحت ال 80%. إذا وصلنا ل 75%، و بالمقابل اختفى البوس ودخلنا ب فيز 2 اللي هو صار فيه طابات على الأرض. يمكن الطابات تنفجر تعمل دمج شكله، لأنه ما بتنضرب، عشان هيك نحاول ما ندعس عليها. يعني احتمال كبير يكون هيك. ماني حابب ادعس على وحدي وجرب، بس هيك حاسس قلبي. نجيب اكثر منهم. I need fury. More fury.
ممكن ما شرط تعمل يعملوا دمج، ممكن وقت ندعس عليهم يعبوا له طاقة مثلا أو أي شغلة. بتجيب كمان هذاك وانفجروا بالمساعد تبعي. رجع عم يجيب اكثر اكثر. يعني صار شيء، صارت شيء وقت ينفجروا بيعملوا هيك بركه على الارض. لازم ننتبه لأنه الوضع صار صعب. لا هيك صعبوها كثير، هم صعبين كثير. اوه عشان نهرب من كل هدول. الف اللفة لعند الطابة الثانية اللي هونيك. اسرع اسرع. بيك الطابة أخذها كتروا كتير حولت. سرعة وصلناها لتقريبا 60 طيب قديش هلا صار؟ الطابة جاهزة. بس حاهرب شوي لغاية ما الطابات يجهزوا لأنه ما بدنا نخاطر. صح جهزت. اضرب هيك. هلا بده ينتقل هو لهون. انتقل بطلع بركينو. قربنا نوصل 50. قربت قربت. اضرب هيك اضرب هيك. شي 53 54% يمكن.
إذا انت خطينا ال 50% مبدئيا. الخبر الحلو استعمل بوشن. الخبر الحلو انه انا بعمل دمج اكثر وقت يكون الخصم تحت ال 30% تقريبا. ونحاول نهرب شوي. يلا عنده نستعمل بوشن. Not ready yet. هي موجودة ولا لا؟ هي موجودة يلا عم تقرب التفريشة. التفريشة. قربت لل 30%. كثير صار في هدول طابات دم على الأرض. بدل ما اخذ طابة اتركها لبعد شوي. اخذ طابة نلف اللفة. يلا يلا كأنه صار في عنده شيء جديد، صارت بتجيبهم للطابات بدون ما تروح لهذيك المنطقة كأنه. هي هلا
طلل. تحول خمسة وعشرين يعني 24% تقريبا. ضرب شوي نحكي ب 20%. نتلقى معركة خيالية. خير الموت اللي بعد كل هاد. نعيد من أول. أول. تعطي قليلة لا عشان نهرب 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 نتأكد هي طابة الدم طلعت هلا حماس 10% تقريبا ناخذ هي الى الطابة اللي بعدها إذن البوس 10% تقريبا استعمل بوشن حوالي 5% ناخذ هاي نروح على الطابة اللي بعدها موجودة مو موجودة ايوه تحت ال 5% عم نحكي في شيء قتلها تحت ال 5% يلا يلا فولكينو ماتت اتشيفمنت سلام يا سلام على هالعلقه يا الله تعال شوف شو الشغلات اللي على الارض سلاح فظيع بس ازرق ما بيهمنا ليكس ما بيهمه ابدا بريسرز مناح شكلهم مناح هلا واخذنا ستون واخذنا بوتس كمان طيب البريسرز هنا بدنا 300 وهالقد سترينجز هالقد فيتاليتي ريجنريشن عالي كريتيكال هيت فاير ريزيستنس منيحة 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 انا عجبتني يعني ما فيها اول ريزيست بس فاير ريزيست بس
منيحة، دمج عالي. تعال نشوف دمجنا 166 مع 174، منيحة. تطور الجير تبعنا شوي. هات على شكل هيك، تطور الجير تبعنا شي بسيط. هالتطوير هاي طاقتنا 211 ألف، شي حلو، شي حلو والله. معركة، معركة تأخذ الأنفاس والله. يعني هالأدرية فعلا بتعذب. تخيل لو متنا على 5% في لحظة كان يمكن نموت فيها، أو على 10% كنا بنعيدها كلها. معقول؟ شايفين حتى أخذنا achievement. كل أدرية بتعطيك رمز الوردة، فيك تحطه على العلم إذا بدك. وتعالوا نكمل الكويست بس نشوف شو. هلا عم نقول قبل ما تموت عملت مثل صورة عن يعني المكان اللي بدنا نوصل عليه لنوصل للعدو تبعنا. نرجع على القاعدة بشكل سريع عند الحداد. نضل نقيم هدول. في شي تاني؟ ما في شي تاني. هون في شي بدنا نساوي؟ نذكر. لا اتوقع. نرجع نحكي مع هاد. Now we know. Malthael is in pandemonium. هلا نحن بنعرف العدو بإرني اسمها باندمينيوم. Malthael can hold out there until the end of time. He is forcing. وهو عم بيقصد عم بي يعني هو عرفان العدو انه نحن بدنا نروح لعنده. بس نحن عم نقول انه هو جبان ونحن حنقدر نقتله. اذا الطريق اللي بنروح له هو طريق لهالقرنه اللي اسمها باندمونيوم. بدنا نفوت بهالبوابه لنروح ونشوف شو الوضع. يعني حتكون رحله يمكن اصعب من كل شيء عملناه من قبل، ما بعرف. ويمكن تكون رحله الاخيره او الجزء الاخير من الاكت الخامس. طبعا احنا ليفلنا صار 67 من 70. ويعني اوضاعنا ماشي حاله، بس اللعبه صعبه كثير. عم نلعب على التورمنت. هون اذا بتحط اسكيب فرجوك الصعوبه دغري، حتى بيقولوا لك اذا بدك نزل الصعوبه. هي اعلى صعوبه، ما عاد في اعلى منها كتورمنت. فيك تزيد من درجه التورمنت، بس كنوع تورمنت اعلى شيء. تحته بقى بيجي اربع انواع تانية. بكل الاحوال بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقه، بهالمعركه الاسطوريه اللي سويناها ضد ادريا. قدرنا نربحها الحمد لله، ونشوف الحلقه القادمه شو بده يصير معنا. ما تنسوا تلحقونا على روابط فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، اشتراك، لايك، مفضله. هذا كان كل شيء اليوم. كان معكم عمر اوان جنجن ون، ومع السلامه.